السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عيب بقى ان انت لما يكون عندك صحاب عارفين ان انت ليك في النجارة، بتلاقيهم بعتين لك حاجات مدشدشة زي دي كده، تقريبا كانوا بيضربوا بعض بيها او حاجة زي كده. خلينا نشوف الكراسي بتاعت الحديقة ده هي ايه نظامها وايه، نحاول نشوف نعمل فيها ايه. لما نبص على كرسي زي ده يا جماعة بنشوف هل ينفع نصلحه ولا لأ، وايه اللي باص فيه. طبعا ده خشب تيك، والخشب التيك ده خشب كويس بيستحمل الشمس والمية والحاجات ده هي، انما طبعا شكل الكرسي تعرض لسنين كتيرة من الشمس. طيب هو معمول ازاي؟ هنا نقر لسان من الواضح، بس كله زي ما احنا شايفين هنا فاكك. نفس الحكاية هنا لو بصينا الهيرة فك، وده بيرجع ان الدنيا بتبقى رطوبة جدا وحرارة وشمس، فالغيرة بيفرقع ما بيستحملش. المشكلة الأكبر هنا بقى، دول شايفين هنا المفروض ده بنقر لسان، إنما لما بصيت من هنا لقيته معمول بخابور مش بنقر ولسان، وده الغلطة اللي حصلت، عشان كده بوظت القعدة. القعدة مثبتينها تحت بمسامير برضو اتخلعت، شايفين المسامير، وهنا نفس الحكاية في مسامير اتخلعت فالقعدة طلعت. نفس الحكاية النقر واللسان هنا فك عشان قصة ايه، الغيرة اللي فرقع من عوامل الجوية وحاجات زي كده. لو بصينا هنا هنلاقيه عامل النقر واللسان حاجة شبه الفاستول، هو ده عايم بيتركب، مركبه كله على بعضه، سايب فالمساحة ما هياش، يعني المفروض كان يبقى اعرض شوية عشان يمسك نفسه، بس دي مش مشكلة قوي، هي مشكلة من نوع الغيرة اللي استخدمه. مش المفروض وانا شغال الغيرة يفك بالطريقة دهيت. هنا نفس الحكاية، دول معمول بخوابير وطبعا طلعوا بكل سهولة. انا فكيت الرجلين، علمت بالارقام طبعا علشان اعرف فين ايه، عشان ما اقعدش اتعب قلبي بعد كده، فهبتدي انضف مكان الغيره، يعني حاجات زي كده مش المفروض تبقى موجوده، عشان لما اغري تاني يبقى شكلها احسن. طبعا المسامير كلها مصدية فما بتطلعش، بتتقطم، فبقطم بقفل كده عشان ما ينطرش في وشي، وبشوف بس، بعد كده بخش بالشاكوش واتأكد ان هي مش بارزة، بيته في الخشب.
طبعا بقى انا ركبته زي ما انتوا شايفين كده بالغيرة على قد ما اقدر، اتربط بالكلامبات واسيبه ينشف قبل ما اعمل القعدة بتاعته. طبيعي بقى يا جماعة لما نركب الكرسي تاني زي ما كان بنلاقي فيه شوية فروقات، علشان بيبقى تحت ضغط جامد جدا من الرطوبة والغيرة، فالخشب عايز يفك من بعضه. فلما بتلاقي فرق بسيط زي ده هوت كده، ده طبيعي مش هنقدر نعمل فيه حاجة. ممكن تحشيه تاني، ممكن نحط له نشارة مع غيرة نظبطه، انما بيبقى دي النقطة الحاجة. طبعا الكرسي بتاعك يا جماعة لو انت مش هتركبه من اول وجديد زي ما انا عملت كده، فانت كل اللي محتاج تعمله ان انت تجيب صنفرة مكتوب عليها من ورا كده 120 او 120 يعني خشنة، وتجيب واحدة تانية 240. هتصنفر الاول الاجزاء، بتشيل اللي هو الخشب الميت بنسميه، بنحاول، وبعد كده بتجيب صنفرة ناعمة مرة تانية، وبعد كده بتحط عليه الزيت بتاع تيك، عشان ده خشب تيك او تيك، فهو ده اللي بيتعمل لو انت مش محتاج ان انت تفك وتربط من اول وجديد. كده بقى زيت تيك، نحط شوية زيت زي ما احنا شايفين، ونيجي بالسفنجة كده ونبتدي نلمع عشان يحمي الخشب بعد كده، مع انه الخشب باظ خلاص، انما خليه يحميه على قد ما نقدر، يعيش له كام سنة كمان. وبكده يا جماعه ممكن الموضوع بقى يعيش له سنه ولا اتنين كمان. ما تسيبش كرسيك لغايه ما يوصل للمرحله اللي هي وصلت فيها الكرسي ده هوت. اشوفكوا الحلقه الجايه، وحاول تعمله بنفسك كل سنه شويه صنفره خفيفه على شويه زيت، والموضوع ينتهي على كده. الكرسي ده حاسه بالبار، شيلها على النار عشان صلحنا الكرسي. قعدته غريبه جدا، ربنا يستر بس ما يكونش بتاع